بسبب فيديو رقص شقيقتها حالة شيحة تشتبك مع متابعيها. احنا مجانين وسبنا لكم العقل. وقبل الخبر، يا ريت اللي لسه مشتركش في قناة اخبار الفنانين مع نادين يشترك عشان يعرف كل جديد ويحط اللايك والكومنت. رغم الجدل الكبير المثار حول قلعها ولبسها للحجاب، الى ان الفنانة حالة شيحة شاركت فيديو لشقيقتها رشا شيحة اثناء رقصها على المسرح معربة عن اعجابها الشديد بها، ونشرت حالة الفيديو على حسابها في الانستجرام وكتبت تعليق: رشروشة انت مذهلة وموهبة، هكذا يلا نقدم عرض معا. لتنهال على حالة بعد نشر الفيديو مجموعة كبيرة من التعليقات ما بين مؤيد ومعارض. في حد كتب: مسكينة لترد حالة عليه، انتوا اللي مساكين. وكتب متابع اخر: مجانين لتعلق عليه حالة، احنا مجانين خلي العقل لحضرتك. واخر كتب: اسعاد بسرعة. اما الجانب الايجابي، حد كتب لها: حالة انت جميلة، ما تزعليش من كلام الناس ليكي ولا ترد عليهم اصلا، لترد عليه حالة بوضع قلوب حمراء.